ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيف به وداع عبد النساء هناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبدا وحنوا رقابهم فلم تشكو الهوان والانحناء إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء ويقص بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء.